منذ أشهر قليلة افتتح صاحب سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أطول مسار انزلاقي في العالم على جبل جيس، ويمثل المسار الأطول على مستوى العالم أحدث الوجهات السياحية التي تحتضنها رأس الخيمة، ويهدف إلى اجتذاب سياحة المغامرات إلى الإمارة الواقعة في أقصى شمال دولة الإمارات العربية المتحدة. عطاء الدباغ خاض هذه المغامرة وعد بالتقرير التالي. عززت إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة موقعها على خريطة سياحة المغامرات في منطقة الشرق الأوسط. مع افتتاحها في كانون الثاني يناير الماضي أطول مسار انزلاقي في العالم فوق جبل جيس، وهو أعلى قمة جبلية في الدولة، مشروع شكل فرصة لعشاق المغامرة والباحثين عن جمال الطبيعة الجبلية. نحن الآن على قمة جبل جيس، وهي أعلى قمة في مدينة رأس الخيمة. الآن سأقوم بهذه المغامرة وتجربة أطول مسار انزلاقي في العالم. نحن الآن على قمة تقريبا جبل جيس، يعني القمة تبعد عنا حوالي 400 متر. نحن الآن على علو 1600 متر تقريبا. المسار الانزلاقي الأطول في العالم كان موجود في مدينة بورتوريكو على طول 2 كيلو و200 متر. نحن طبعا تجاوزنا هذا الطول لنحن نمتلك الآن موسوعة جينيس العالمية للأرقام لأطول مسار انزلاقي في العالم بطول 2 كيلو و800 متر. وأعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عزمها على افتتاح المرحلة الثانية للمسار الانزلاقي في شهر حزيران يونيو القادم، وذلك استجابة للإقبال الواسع الذي تشهده هذه المغامرة المفعمة بالتشويق من الزوار. وستضم المرحلة الثانية حبلين إضافيين لترفع بذلك الطاقة الاستيعابية إلى 400 مغامر يوميا. طبيعة جبل جيس اللي ساعدت أكثر وجود المساحات اللي نحن نحتاج إليها في الجبل لبناء المسار الأطول في العالم هو اللي ساعدنا، وغير طبعا المناظر الخلابة والطبيعية وانت طاير طبعا على المسار اللي ممكن تشوفها أو تشاهدها في المسافة اللي تقطعها اللي حوالي دقيقتين أو دقيقتين ونصف حسب طول الشخص ووزنه، تعتمد سرعة الشخص. طبعا ممكن تكون سرعتك 80 كيلو أو ممكن تكون سرعتك 150 كيلو. فوجود هالتضاريس الطبيعية اللي ساعدت على بناء هذا المشروع، ما ننسى طبعا درجة الحرارة اللي هي حوالي 10 درجات أقل عن الساحل، فهذا يساعدنا على أن يتم المشروع على مدار السنة. طبعا هذا ويتبع المسار أبرز معايير السلامة العالمية المعروفة في هذا النوع من الرياضات، ويتم بشكل يومي فحص الأحبال ومدى قدرتها على تحمل الأوزان. بهذا المسار تسجل دولة الإمارات العربية المتحدة أحدث رقم قياسي يضاف إلى سلسلة إنجازاتها العالمية، ويصبح المكان الأفضل للباحثين عن الإثارة والمغامرة. عطاء الدباغ لأخبار الآن من جبل جيس رأس الخيمة.